الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال وكيل وزارة الزراعة الحالية ميثاق عبد الحسن إن الوزارة فتحت باب الاستيراد لبعض المحاصيل بسبب قلة المعروض. وأكد وكيل الوزارة أن الزيادة التنموية من المفترض أن تكون متناسبة مع حجم الطلب والاستهلاك، لافتا إلى أن عاملا أساسيا في تنمية المنتج الزراعي ألا وهو المياه التي أصبحت تشكل عائقا أمام زيادة المساحة المزروعة، مشيرا إلى أن أضرار نقص المياه كارثة تستهدف كل المحاصيل دون استثناء، وهو ما أضر بالمحاصيل الاستراتيجية بالنتيجة مثل الحنطة. أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي تسجيل الصادرات غير النفطية للعراق مستوى غير مسبوق. قال لطيفي في بيان رسمي إن الصادرات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 37% على أساس سنوي، وأضاف أن التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة قاربت 12 مليار دولار، كان للعراق نصيب الأسد منها. وأوضح لطيفي أن تجارة إيران غير النفطية للعراق بلغت 1,900,000 طن بما يعادل 694 مليون دولار خلال شهر آذار المنقضي، ليحتل العراق المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استيرادا من إيران. عززت الشركات الصينية من تموقعها في السوق العراقية وخاصة في مجال الطاقة. وتسعى بكين من استثماراتها في العراق الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الطاقة، بعدما أبرمت عدد من الشركات الصينية اتفاقات واتفاقيات مع شركة كويت إنرجي في البصرة بشأن مشروع منشئة لمعالجة الغاز الطبيعي. وقالت الشركة الصينية للهندسة CIMC في بيان إن تحالفا من الشركات تقوده وقع عقدا بقيمة 412 مليون دولار مع الشركة العراقية. ويعاني العراق أصلا منذ فترة من أزمة في الطاقة انعكست على عدد من قطاعات الإنتاج والاستهلاك اليومي. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن العقوبات الكاملة على صادرات النفط الروسي قد ينتج عنها زيادة مفرطة في الأسعار العالمية. وأكدت يلين في إفادتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن العقوبات المستمرة والكاملة على النفط الروسي ستلحق ضررا بالولايات المتحدة وحلفائها. وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن أملها في أن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة مدفوعة بزيادة الأسعار، وهو ما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي. إلى ذلك ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتها الأوروبية والأمريكية رغم العقوبات الغربية المتصاعدة على روسيا. وذكرت وكالة التاس الروسية أن سعر صرف الدولار في بداية التعاملات انخفض دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 من شباط الماضي، فيما تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 81 روبل للمرة الأولى منذ 27 من تشرين الأول 2021. وفي سوق تداولات الأسهم ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل في مستهل التعاملات بنسبة وصلت إلى 1.41% وإلى 2648 نقطة. متابعة ممتعة مع أسعار العملات.
إلى اللقاء.